صيام رمضان من العبادات الهامة التي يجب تعويد الطفل عليها منذ الصغر. يستطيع الطفل أن يبدأ الصيام بعد أن يتم عامه العاشر شريطة التأكد من استعداده الطبية لذلك. عزيزتي الأم، ليكون صيام طفلك صياما آمنا عليك الالتزام بالأمور التالية: زيارة طبيب الأطفال للإطمئنان على صحة طفلك والتأكد من عدم وجود أي مشكلة صحية تعيقه من الصيام. راقب طفلك أثناء ساعات الصيام للتأكد والتعرف على أي عارض قد يحدث له. إذا شعر طفلك بالتعب والإرهاق أثناء الصيام لا تجبريه على استكماله، فقد يضر ذلك بصحته ويعرضه للخطر. احرصي على توفير كافة العناصر الغذائية الهامة لطفلك في وجبتي الإفطار والسحور، والإكثار من السوائل لتجنب حدوث الجفاف بسبب قلة تناول الماء. صيام مقبول ورمضان كريم.